الحاله بعد كده الحاله اللي مهمه جدا 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 بقول سميره جمال انا لو انا مسؤول في الاتحاد الافريقي النهارده لابد انك انت تبقى مصنف في التحكيم الافريقي <applause> يلا خلينا نتكلم في تسلل <applause> نمشي عادي هرجع بس من اول هنا تسمح لي بس هنا الموقف كده كل لعيبه النادي المصري في موقف سليم في اللعبه الاولى مفيش ولا لاعب فيه تسلل نمشي ونروح لحظه لمس الكره من لاعب نادي المصري ونشوف احمد الشيخ بقى دلوقتي استوب. بعد ما اتلمس استوب هنا لاعب نادي المصري هنا ايه اللي ورا اخر واحد ورا هناك اهو ايوه كابتن بلال اقرب الى خط مرمى النادي الاهلي مظبوط من اثنين هنا بس على اللطف اللي موجود هنشوف هيعمل ايه يا كابتن كره هنا راحت من لاعب نادي المصري للاعب اللي كان في موقف تسلل خلاص نمشي نمشي اللعب اللاعب في موقف تسلل هنا عمل اللاعب في موقف تسلل اللي احنا كنا بنحكي فيها قبل كده شتغل. لما قلنا ان هدف النادي الاهلي لما اتلغى كان هدف صحيح، هنا تداخل في اللعب وحصل ده في كمان هي هي بالظبط. آه. تميز سمير جمال، هدف ملغي وقرار صحيح من الحكم مساعد سمير جمال. الحاله بعد كده ركله جزاء وهنا انا بس هقف شويه يا كابتن بني نقف بس شويه بعد اذنك. خلي بالك هو هنا ادى سيد انذار. انا ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله. معرفش الكابتن سيد قال ايه ولكن انا ما عنديش مشكله. طيب عندي لعبه ركله الجزاء وعندي بعد كده حاله الاعتراض. تعال نشوف حاله الاعتراض يا كابتن ده الهدف اللي جه والمساعد لغاه نشوف موقف اولا. لاحظ معايا كم لاعب دخل من خارج ميدان اللعب داخل الملعب. دخل كم لاعب اعترض على حكم المساعد؟ <applause> كم واحد من الجهاز الفني دخلوا اعترضوا على الحاكم المساعد؟ انت متخيل كل الكم ده بنا؟ لا يعني المفروض بص المجموعه دي المفروض النهارده انزار ها؟ طبقا اه، للقانون على الاقل الناس دي ما ترجعش كده يعني لابد كان في بطاقه على الاقل بطاقه واحدة كله بس بعمل مقارنه سيد خد انذار ربما خد انذار صحيح ما فيش مشكله بالنسبه لي ولكن الدخول ده دخول من الجهاز الفني والاداري واللاعبين على اعتراض على الحكم المساعد كان يجب على الاقل اشهار بطاقة صفراء لاي حد في الجهاز